بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت الناس اللي بتتعرض للدفاع عن الأوطان أو البلاد تفهم الفيديو ده كويس قوي علشان ما تضيعش عمرها هدر. الإنسان يا إخواننا اللي بيقاتل من أجل وطنه، لأن وطن ده ليس له أجر في الإسلام، لأن قضية الدفاع عن الوطن قضية يستوي فيها الكافر والمؤمن. حب الوطن شيء غريزي في الإنسان، بنلاقي كفار بيحبوا وطنهم أكتر من المسلمين، شيء يعني بنلاقيه وبنلاحظه. فأنا مش بدافع عن وطني لأنه هو مسقط رأسي ومحضن الطفولة ومرتع الصبا. أنا بدافع عن وطني عشان الإسلام اللي في وطني، عشان مثلا يعني مصر بلد إسلامية يقام فيها شعائر الدين بفضل الله، فأنا بحارب عشان أحافظ على الإسلام، محدش يتعرض ليه، عشان المسلمين يفضلوا يعبدوا الله في أمن. إنما عشان أرض وتراب، وطبعا الإعلام كله أو إلا ما رحم الله بيوجه الناس للأمر ده، الوطن الوطن الوطن. إحنا مش بنقدس أوطان بمعنى اللي هو الحدود اللي بتحوطك، اتولدت وجدت نفسك في المكان الفلاني فبتدافع عنه، لان انت لو اتولدت في بلد كافر فرض عليك ان انت تبغض هذا البلد الكافر، مش مع انه مسقط راسك واللي ترعرعت فيه ونشأت فيه، لكن احنا ولانا في الاساس للاسلام مش للوطن والدار والتراب ونحو ذلك. هو في مشكلة في حب الوطن؟ مفيش مشكلة ما دام ما بيتعارضش مع امر شرعي. يبقى انا بقاتل عشان الوطن لانه اسلامي، او بقاتل عشان الاسلام اللي في الوطن بحافظ عليه. انما من ناحية الوطن لا، مش بدافع عنه بهذه النية، حتى يعني اذا مت اكون شهيدا باذن الله عز وجل. تقول لي مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات دون دمه، مات دون ارضه، دون عرضه فهو شهيد؟ ايوه، عرضه، ارضه اللي بيمتلكها، بتاعته، حاجاته الشخصيه، اشياءه الخاصه. ده كلام الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين. الأشياء التي تخصه إذا اعتدى عليه صائل له أن يدفعه، فإذا مات، إذا مات الصائل فهو في النار، وإذا مات الإنسان المدافع فهو شهيد بإذن الله. إنما بقى قضية الدفاع عن الوطن أو عن الأرض العامة اللي أنا عايش فيها لازم تكون نيتي صالحة، أن أقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. لأن وطننا مش محدود في الحدود اللي حطها لنا الاستعمار ونفضل نتخانق عليها من قال لآخر. أرض الإسلام كلها وطن لينا، سواء كان بعيدة أو كانت اللي احنا عايشين فيها، ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا. الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في أرض عددت أرجاءه من لب أوطان. احنا ما عندناش عنصرية او عندنا يعني من مظاهر الجاهلية اللي احنا نتفرق لعرق او لجنس او لبلاد تفرق بيننا، انما ديننا يحتم علينا الولاء للاسلام والدفاع عن الاسلام حتى نكون من الذين يرفعون كلمة الله ويقاتلون من اجل ان تكون كلمة الله العليا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.